السلام عليكم. تشاهدون في هذا الفيديو إن شاء الله موعد وتوقيت والقنوات الناقلة لمباراة النهائي كأس السوبر الأوروبي بين فريق مانشستر سيتي وفريق نادي إشبيلية. فريق مانشستر سيتي فاز بعصبة الأبطال الأوروبية، يلتقي مع فريق إشبيلية الذي فاز بالدور الأوروبي. يعني كأس السوبر الأوروبي النهائي مان سيتي ضد إشبيلية الإسباني يوم 16 من شهر 8 2023 على الساعة 8 بالتوقيت المغربي والتونسي والجزائري، وعلى الساعة 10 بالتوقيت المصري والسعودي إن شاء الله. بالنسبة لملعب المباراة، كارايس كاكيس باليونان سيحتضن اللقاء، ومن المرتقب إن شاء الله نقل هذه المباراة على قنوات بي إن سبورت.